هلا اقول لك مفاجأة. انا ايش فيك من ثلاث طوم؟ ليش تتوقع؟ ها؟ ليش من ثلاث طوم انا؟ ما ادري يمكن شم ريحة خايسة ولا شيء. تغبي انت تغبي. ايه ها 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 أشوف رأيك ها؟ الله لا يبارك فيك ولا يبارك في مفاجأتك من اللي أفزك كذا. سويمي أنا على قلي سويمي قال ما يعرف يحدد زي التهديد ها؟ وقام شالها كلها شالها كلها وبعدين قال لي زين حتى بمعارف قال لي زين هي أصلا. أشوف استويت كأنك فرخة وطالع من النتافة. لا مبعد هيك وبعد تقول والله مريضة والله العظيم فسك يا ابو دويش عفيسه. اشوف اشوف اوف 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 مريضي تكلم صيك انا كنت تطنس شو صاير؟ والله يا ابو دويش نصيحة اخ لك لا تطلع ولا حد يشوفك في الشارع نهائيا شكل صراحة دمار عفسك عفيسه ذا صدق مجنون انت تسلم سوي من نفسك سوي من الحلق لا سوي من الحلق لي قال لي ما اعرف احد وبعدين شال وجهي افسك عفاس يا ابو دويش يعني مو بعادل مو بعادل بعدين شنو هذي اللي حطها لك مطبذ يقول لي تصلح بي وين اسوي اشوف يا ابو دويش والله ما حد اشوف تهال تهال يا ابو دويش كيف يا ابو دويش سمحت لسويمي انه يعبث فيك العبث يا ابو دويش كيف سمحت له يا ابو دويش ويلي حلو وجميل بالعكس هذا حسب طلبك وزين ما فيه شيء انا قلت لك حدد لي ليش تعفس الرجال ليش عفست بدويش عفاس اشوف ليش عجلك تول زينه ليش اشوف لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله كمان ذم شو شلون وجهي صاير مساعدك كثير زين والله تبي بالدم والله تبي جد امزح معك صراحه جمل معك لا والله ما انت بزين افسه حط العينه هنا باقي مطبه مطبه والله وش اللي حط لك ذي شلون يعني وجهي محمي لا تسمر لا تسمر اقول لك لا تسمر لا تسمر اقول لك انت اللي بقيت كذا كذا وتخلي وجهي محزر انت اللي قلت لي تعمل زي كذا وبعدين كيف تعلق لي كذا لا تسمر لا تسمر ما بشوف رجع شعري رجع شعري لا يضرب رجع رجع لا يضرب اسمع رجع شعري لا شفا بس كلها منك انت كلها منك انت انت اللي شيطه ولا كل قواتك ما قال شيء الا والله لاعب بوجهه يقول لك ما تفتهلي اه شفت المصيبة شفت المصيبة اللي سواها اخوك شو المصيبة بقى شو شو سوى في بدويش شفاك ايش رايك ايش رايك في الحلاقة ايش رايك طالعة ما بيسينها دمارك انت ما عمرك خلقت لا احد ايه قلت اتعلم عليه يعني اتعلم على وجهك شوف وجهك كبير قال اتعلم عليه لك حق تجارب فور فور انا فور 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 خلاص يا ابو دويش طالبينك يا ابو دويش طالبينك يا ابو دويش هالمره سامح سامي وان شاء الله يومين ثلاثه يطلع الشنب عرفت يتطلع اللحيه امورك طيب يا ابو دويش امورك طيب اي هالمره عشان خاطري يا ابو دويش هالمره خلي مبهد لا خلاص يا ابو دويش خلاص يا ابو دويش طالبينك يا ابو دويش طالبينك قلت تم انك تعفي عن سامي اعفي عن سامي يا سمسم سمسم حبيبي بعد عمري افتح لك خلاص بعد عمري هنا وين راح يا مريض غراضي وباكل شيء جازتنا شل انكس علي خلاص انك كلمنا وقلنا لنا خلاص انك تسامحه
وخلص الرجال سامحك بس لا تعيده مره ثانيه. يلا نمشي ورانا اليوم طلعه ورانا مشوار بعد. وين هو راح؟ ودا ابو معاذ الباص. خلاص خلاص سامحك خلاص. ايش لا هذه حطاها فوق راسك الحين ذي؟ ايش لا وانا بنعش بتطيح على دايره طبعا لو عشان لو جات يطلقوا لا نسكك اقول لك ترى ما حد شيء يطلع ما حد شيء يطلع ولا صوتك مستعانه. يلا عاد لا يكون يمشون عند بعد عمري. يلا يلا اقول لك يا سمسم انت بعد شفته زعلان ولا شيء طيب خاطر بكلمة. ايه بس انت شيطونة قلوا خلاص زين انا خلينا طيب خاطر بكلمتين. يلا يلا مشينا يا ابو معان. يا اخوي انت يمكن اسوي لي مشروع. امورك طيبة خلاص خلاص بدو ايش راح دم طيب عرفت وانت مالي 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 ليش ما فيش خلص فيك ايش تسوي كذا؟ لا تطوع عليهم شراشتينك والله 500 كويسين طلعت ما شاء الله وش خلاص 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 قلنا سامحني عشانهم انا ما محلك لك والله علشاني والله علشاني خلي يا رجال امسكك والله العظيم ها واجيك خلاص خلاص هذا كلمناه كلمنا لك وسامحك الرجال ولا تعيدها مره ثانيه لا تعيدها ترى ما حد محقق في الليل السزينة ما قال شيء كله مين كله مين كله مين كله شيء يقطع عليك ما حد شيء يطلع انت لا صيادهم يوم هذا قفوز